منخفض يوم الأربعاء، كما ذكرت الأرصاد الجوية من لجنة الطوارئ في بلدية الكرم. ينضم إلينا السيد حكيم أبو صفية. يسعد صباحك أبو مراد. صباح الخير وفاء، صباح الخير للمشاهدين والمستمعين. صباح الفل ويعطيكم الصحة والعافية، ويعني أنتم دائما الجنود المتواجدين في الميدان، لستم المجهولين إنما معلومين علم اليقين بأعمالكم بصراحة وعطائكم المتواصل. نتمنى لكم دائما الصحة والعافية. أبو مراد، مناطق تأثرت بكميات الأمطار الغزيرة، واليوم استيقظنا على برودة كبيرة، لكن يوم الأربعاء هنالك توقعات بتجدد المنخفض. كيفية التعامل مع هذه الحالة الجوية، وما هي الاستعدادات والتحذيرات في ذات الوقت؟ يعني أول شيء الله يعطيكم العافية ويعطيك ألف عافية أخت وفاء، وصباح الخير إليك ولجميع طواقم الفجر الجديد. إحنا الحمد لله بفضل رب العالمين، يعني منطقة طول كرم تحديدا، يعني ما حصل عندنا حاجة سوى بجوز بعض الحالات، يعني ما بتتعداش السبع ثمان حالات في المدينة. بعض المشاكل حصلت في شارع فرعون نتيجة الأوساخ، قطع منسوب المي في منطقة في أحد المناطق بشارع فرعون، وليس كل شارع فرعون، خاصة في منطقة اللي هي مقابل مزرعة عرفات سابقا. تعاملنا مع هذه الحالة يمكن بأقل من 10 دقائق صباح الفجر، أو خلينا نقول 3-4 الصبح. لقينا شوية أوساخ موجودة على المناهل ونضت مهر، والحمد لله الأمور مشت. لقينا بعض المشاكل في منطقة مدرسة الخواجة، وخاصة أنه بتعرف منطقة الخواجة، مدرسة الخواجة كان في هناك إلا مشروع حتى لا يزال قيد التنفيذ. كان في هناك خلل موجود. طب بس أبو مراد، على سيرة مدرسة الخواجة، إحنا بنعرف إنها مدرسة بصراحة يعني فيها مراحل ثانوية، وهذا الحكي بضر بالعملية التعليمية، لما إحنا بدنا في كل شتوي أو كل تغير جوي بدنا يصير عندهم خلل ونعطلهم. شو اللي بالفعل بيصير في هذه المدرسة؟ ليش ما انحلتش مشكلة مدرسة الخواجة بناء على يعني أنتوا تواجدكم في الميدان؟ نعم، يعني اول شيء مدرسة الخواجة ما يعني ما احنا بدناش نعطيها المشكلة اكبر من حجمها. يعني قضية التعطيل هي كانت تعطيل مؤقت بس بسبب خلينا نقول تجمع مياه الامطار. انتم زي ما بتعرفوا انه في هناك مشروع موجود قيد التنفيذ. بس هذا المشروع يعني صار في هناك خلل في بعض الشغلات نتيجة إشكالية موجودة ما بيننا أو ما بين البلدية وما بين أصحاب الأراضي الموجودين هناك، والحمد لله بتعاونهم جميعا تحلت هاي الإشكالية، والمقاول حاليا شغال، ولكن القصة قصة وقت. يعني إن شاء الله ما بتتعدى أيام وبتنحل هذه المشكلة إن شاء الله. نعم. وإحنا الحمد لله تعاملنا مع هذا الموضوع، والتعليق هو كان تعليق مؤقت، يعني تعليق الدوام كان تعليق يعني مؤقت. هل راح تتكرر هذه الإشكالية ولا لا 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 إن شاء الله، لأنه أنا أصلا إحنا بالأصل كنا عاملين طريق بديل للمي، يعني بغض النظر كان في هناك المشروع شغال وإحنا شغالين على المشروع. نعم. ولكن إحنا كنا معطيين طريق بديلي، ولكن أثناء العمل انطمت هذه الطريق البديلي، وإحنا امبارح قمنا بدورنا بفتحها وتنظيف المكان. والأمور مشت والحمد لله، والدليل على ذلك المدرسة شغال والأمور ماشية والحمد لله. نعم، وإن شاء الله إنه ما يصير أي خلل، لأنه في الأربعاء في منخفض قادم، فإحنا بنعرفش ممكن كمان يكون في كميات وفيرة من الأمطار، على أساس أنه يكون الأهالي مطمئنين أنه ما رح تتكرر مثل هذه المشاكل. هذا مهم جدا. يعني إحنا إن شاء الله بنقول أنه إحنا استعداداتنا جاهزة، إحنا مستعدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أنا بشكر كل طواقم اللي بتعمل معانا في بلدية طول كرم، الحمد لله هم أصحاب خبرة، الحمد لله هم سهرانين لمصلحة هذا البلد وإحنا وياهم، ولكن بنتمنى بس برضو انه يكون في هناك تعاون ما بين الناس وطواقم بلدية طول كرم، لانه بالاخر احنا بنعمل لصالحهم، بنعمل لاجلهم. احنا في كل ما بنسمع بانه يكون في هناك منخفض او يكون في هناك تأثير منخفض جوي قطبي تحديدا، احنا بنسهر طول الليل ما بننامش، وكل هذا الحكي من اجل خدمة هذه البلد وابناء هذه البلد. نعم بالتأكيد. ونتمنى التعاون منهم ان شاء الله ويتعاملوا معنا. يعني انا اعطيك مثال بسيط جدا، احنا احيانا واحنا نكون نتعامل بالشوارع نتعاون مع المناطق اللي بتتعرض للمشاكل، بتيجي السيارات بتقعد تمشي بترشق فينا وبتزيد علينا الطين بله، واقول لك ما بيحترمونا حتى، وخاصه انه احنا بنكون حاطين كل اجراءات السلامه. يعني انا تحديدا معي سياره مجهزه ومحطوط عليها اللواح، وبشكل كون مشغل فلاشار، وبكون حاططها اللي تبين لكل الناس انه احنا قاعدين نتعامل في هذا المنطق. الا انه بكون في هناك اسرار من بعض السواقين بانه بيجي مسرع وبطرطشنا، ولما بنكون نأشر له هدي شوي وهدي شوي بقعد يصيح وبقعد يعربد علينا ويصيح علينا. نعم. احنا بنتمنى من كل الناس ومن كل السواقين ومن كل الاخوه اللي بتواجدوا في الشوارع
لما تكون طواقم بلدية تعمل أقل مفروغة يعطونا شوية احترام ويتعاونوا معنا، لأنه أكيد أكيد هذا الشيء مفروغ منه بصراحة، إنه المفروض يكون في تعامل بإنسانية باحترام، خاصة إنه هذه الطواقم الموجودة في الميدان هي تعمل من أجل توفير السلامة والأمن والأمان لكل الأفراد، وخاصة كمان عمال النظافة اللي مسبقا تحدثنا تعرضوا لبعض المواقف إنه بيكونوا بنطفوا بكنسوا، فما بتلاقي إلا للأسف النفايات تلقى بقربهم أو يعني بجانب حاوية النفايات. يعني أنا بدي أعرج برضو على موضوع النظافة. يعني أنا أتمنى من كل الناس، أتمنى من كل أصحاب المحلات في هذه المدينة الحبيبة، إنه الأقل ما فيها يتعاونوا معنا شوي. أصبحت في هناك ظاهرة موجودة لدى الناس كلها وأصحاب المحلات تحديدا، بأنه كل واحد عنده نفايات يذكرنا يا باب محل أو باب بيته، بده عامل النظافة يجي قيمة، وهذا الحكي مصلح. عامل النظافة موجود هو لتوفير الخدمة له، توفير تنظيف الشوارع، تنظيف الأمان. إحنا بنزيل أو بنجمع النفايات اللي ما بيكون في هناك مناطق أو في بيكون في هناك حاويات قريبة في المكان، هذا إحنا ملزمين فيه بالطريق من قيمه. ولكن لما الحاوي بتكون على بعد 10 أو 15 متر أو 20 متر، هو ملزم بأنه يحط نفاياته في داخل حاويته. كذلك نفس الحال بأصحاب المحلات، المحلات اللي مش توفر فيها حاويات إحنا ما في عندنا مشكلة إنه حطها باب محله، إحنا بنيجي بنجمعها. ولكن إنه تصير ظاهرة موجودة لأصحاب المحلات وأصحاب البيوت بأنه كل واحد عنده نفايات يلقيها باب محله أو بالشارع، هذا الحكي أعتقد إنه عيب، وأعتقد إنه غير ما بليك فينا وما بليك في ثقافتنا وفي حضارتنا. نعم. طب أبو مراد، شارع فرعون بصراحة امبارح يعني احنا بنعرف انه اطار الحفر وما الى ذلك هو ليس من تخصصك، ولكن يعني اليس وجود الاعمال السارية في التأهيل والترميم والتأخر في الانجاز، يعني هذا يؤدي الى وضع صعب، يخلق وضعا صعبا بالنسبة لكم انتم كلجنة طوارئ تتعامل مع هذه المنطقة، قد تؤدي الى غرقها بشكل اكثر سوءا، قد تؤدي ايضا في ذات وقت لإغلاق الشارع، تراكم المياه، يعني كيف تصفون وتقيمون هذا الشارع حتى هذه اللحظة بصراحة؟ يعني أول شيء إحنا شارع فرعون إحنا بنتبعه أو بنكون مراقبين على مدار الساعة. إحنا نعرف إنه في هناك مشروع قائم موجود حاليا على شارع فرعون. إحنا خاطبنا أو أنا تحديدا خاطبت رئيس البلدية من حوالي تقريبا 10 أيام بضرورة الإلزام أو الإسراع أو إلزام المقاول بضرورة التنفيذ وإنهاء هذا المشروع، وخاصة إنه هذا الشارع هو أصبح هو شريان البلد. أنا شخصيا بدوري بقوم بمتابعة ومراقبة الطريق أو بمتابعة هذه الشوارع أو هذه المناطق، وما بقصر فيها. كل ما بكون في هناك تهبطات نتيجة المياه الأمطار أنا بقوم بدوري بفتحها أو بطمها وتسليك الشوارع. المقاول الله يسهل عليه أو الله يعطيه العافية، يعني هو متأخر شوي. إحنا يعني رئيس البلدية أنا بتقديري أو بمعلوماتي كلف طواقم البلدية بضرورة متابعة هذا الشارع ومتابعة المقاول بضرورة الإسراع وإنهاء هذا المشروع. وإن شاء الله ربنا يجيب له في الخير، وإحنا يعني أول على آخر الشارع مسؤوليتنا من كل النواحي. طب أبو مراد، يعني وصايا وتوصيات للمواطنين وإن أمكن أن رسائل بصراحة تمررها للسادة المستمعين والمشاهدين حول ربما ما الذي يجب فعله وما الذي يجب تركه حتى تصبح عملية ربما التنظيف وعملية المرور والانقضاء من هذه المنخفضات الجوية بشكل سلس دون خسائر، دون غرق شوارع، دون إغلاق العبارات وانغلاقها. يعني أول شيء بدي أقول شغلي الحمد لله رب العالمين، إحنا في مدينة طول الكرم مقارنة مع بقية المدن أو بقية المناطق في الداخل أو في بقية مناطق العالم نتيجة هذه المنخفضات، أعتقد أنه إحنا أقل المدن أضرار، وهذا شيء ملموس وهذا شيء واضح. بصير شوية انسداد في شارع نابلس، في شارع فرعون، في هون هناك. إحنا الحمد لله أن طواقم أنا مسؤولها أو أنا برأسها، هذه الطواقم هي صاحبة خبرة والحمد لله قادرة على أنها تتعامل مع أي منطقة تتعرض لمثل هذه الانسدادات أو ارتفاع منسوب الماء أو لأي موضوع آخر بتعلق بموضوع
المنخفضات او الامطار او الرياح او غيره. نعم. احنا الحمد لله جاهزين ومستعدين، مستعدين من كل النواحي الحمد لله رب العالمين. وهذا الحكي نتمنى ان نكون قادرين على قد هذه المسؤوليه. طواقمنا كلها موجوده جاهزه، قسم الزراعه عندنا جاهز للتعامل مع الاجار في حال حدوث اشياء تتعلق في الاجار او في الكهرباء، او طواقم الكهرباء بتعمل على مدار الساعه والحمد لله هذا شيء ملموس لكل الناس كلها. طواقم الصرف الصحي كذلك نفس الحال جاهزين الحمد لله. احنا بالنسبه لنا جاهزين واحنا جزء من هاي الناس. توصياتي انا اتمنى من كل الناس انهم يتعاونوا معنا واقل ما فيها يعني يرحمونا شويه. احنا مش طالبين، احنا بالاخر احنا منهم وإلهم. قدر ان احنا نكون ناس بنعمل في بلديه طول كرم، واحنا ناس بنعمل ضمن مؤسسه خدماتيه، وراح نضل واقفين عند هذه المسؤوليه ونكون خدم للناس. نعم. ولكن كل المطلوب انه الناس يتعاونوا معنا، بدناش شيء ثاني. نعم، اجمالا هذا ما نامل ان شاء الله، خاصه في التعامل مع المنخفض القادم، حيث ان المنخفضات لم تنتهي بعد. مراقب الاعمال والطوارئ في بلديه طول كرم السيد حكيم ابو صفيه، اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله وهذا التوضيح، وبالتاكيد نواصل مع حضراتكم في مشوارنا الصباحي وضمن كذلك الحال الفقرات والصباحات والمشاركات. لا تنسوا السؤال التفاعلي. تخيلنا انتن معشر النساء في نوم عميق و في أجواء دافئة كذلك الحال، وبالتأكيد طلب منكن أن تقمن بإعداد القهوة أو الشاي من قبل أحد أفراد العائلة، يعني نايمة في أمان الله وفي عز هالدفا، فانطلب منك تقومي تعمل بالطنشي ولا بتروح.